عموما احنا معانا على التليفون الدكتور احمد الهملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الانسان. معانا ايضا السيد صالح محمد الغفراني احد افراد قبيلة الغفران القطرية من جنيف. خلينا يمكن ابدأ الاول بالدكتور احمد الهملي. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بك دكتور. احنا مهم عندنا ان احنا نعرف الخطوات التي يتم اتخاذها وكيفيه تعامل يعني المؤسسات الدوليه بشان هذه القضيه شديده الاهميه. الحقيقه الفدراليه العربيه لحقوق الانسان تلقت سيل من الشكاوى من قبل افراد قبيله الغفران منذ سبتمبر العام الماضي. وفي ضوء ذلك طلعنا بدورنا ووجهنا خطاب في سبتمبر إلى المفوض السامي بأن يقوم بدوره كمفوض سامي معني بتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم بشكل عام. ثم كذلك قمنا بمتابعة الخطاب وقدمنا كتاب آخر في نوفمبر الماضي في العام الماضي كذلك لتذكير المفوض السامي بهذه الحالة الإنسانية. هي مأساة إنسانية حقيقية وحاولنا أن نزود المفوضية السامية بعدد من الأرقام والعناوين الموجودين في قطر أنفسهم حتى يتحققوا من المسألة. لم يأتينا رد من المفوضية السامية. قمنا الآن في جنيف في 9 مارس كذلك توجيه خطاب ثالث للمفوضية السامية. نريد من المفوضية السامية أن تطلع بدورها الحقيقي إذا تريد أن يقتنع في العالم العربي وأن يكون هناك مصداقية حقيقية لعمل المفوضية السامية. لابد أن يقوم بدور حقيقي تجاه هذه القبيلة. أول مرة في تاريخ الوطن العربي وبالأخص في تاريخ الخليج العربي أن يقوم نظام بتهجير هذا العدد الهائل من أراضيه. 6000 شخص هجروا بلا ذنب، حرموا من أبسط حقوق الإنسان. يا أخي أن يكون له وطن، أن يكون له كيان ينتمي إليه ويحميه. هذا ترتب عليه انتهاكات خطيرة لحقوق أخرى مثل حق التعليم، الحق في الصحة، الحق في كثير من الأمور. انتزعت منهم ملكياتهم، أراضيهم، بيوتهم، منهم من اضطر أن يبيع منازلهم بثمن بخس، من فصلوا من وظائفهم من دون أي خدمة، من دون أي تعويضات أو نهاية خدمة. فصلت أسر بأكملها عن بعضها البعض، أطفال في بلد وأمهم في بلد أخرى، أبوهم في بلد وعائلة كاملة في قطر. إشكالية خطيرة فعلا. طلعنا نحن اليوم انتهينا من ندوة في الأمم المتحدة بالوثائق، عرضت أمام الحضور بالوثائق بأن هؤلاء قطريين ولدوا في قطر. قبيلة غفران هي في الحقيقة قبيلة نشأت قبل نشوء الدستور القطري. قبيلة عريقة ضاربة في التاريخ في الجزيرة العربية وفي تاريخ قطر لحد ذاته. تشكل ما يقارب 40% من الشعب القطري. ماذا يقصد من تهجير هذه القبيلة؟ هذا سؤال بسيط نسأله نحن في الفدرالية. طيب كيف كانت دكتور أحمد كيف كانت ردود الأفعال بعد هذه الندوة التي عرضتم فيها أوضاع قبيلة الغفران بالوثائق؟ كيف كانت ردود الأفعال؟ وفي رأيك أيضا لماذا تتجاهل المفوضية هذه القضية شديدة الأهمية؟ أنا في الحقيقة لا أعلم هل تعتقد القضية الإسلامية أن هناك نوع من التسييس القضية؟ دعها تنظر القضية نفسها، قضية حقوقية بالدرجة الأولى، ليس لها علاقة بالأزمة القطرية المفتعلة من قبل المطار. صحيح. هي 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 وثائق تعرض الآن في أروقة الأمم المتحدة، ندعوها لأن تنظر في هذه المسألة بشكل جدي. ندعو المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية أن تأخذ هذه القضية بمحمل الجد. القضية خطيرة وليست قضية. هل هذا التجاهل متعمد يا دكتور في رأيكم؟ والله لا أعلم في الحقيقة. نحن لازلنا نثق في كل آليات حقوق الإنسان، وطبعا المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان هي الآلية الدولية المعول عليها، هي الآلية الدولية التي لجأ إليها هؤلاء أفراد القبيلة، الآلية التي نعتقد أنها هي التي يمكن أن تشكل ضغط على النظام القطري بأن يرجع الحقوق لأصحابه. نحن لا نطلب كفدرالية كمنظمة حقوقية غير حكومية، لا نطلب سوى إرجاع الحق لأصحابه فقط. طيب وكيف كانت ردود الأفعال بعد الندوة بعد أن عرضتم كل وثائقكم؟
طبعا الان هناك اقبال في الحقيقه من قبل عدد من المنظمات الغربيه وكذلك وسائل الاعلام الغربيه. الفدراليه العربيه لحقوق الانسان الان ستقوم بعدد من الفعاليات، غدا سوف تكون وقفه على في ساحه الامم المتحده امام المبنى، سوف تنصب خيمه للتعريف بحقوق الغفران بالصور والوثائق، سوف تنعقد كذلك مؤتمر صحفي في نادي الصحافه السويسري ودعينا فيها كافه وسائل الاعلام الغربيه لان تقوم بدورها في عمليه الرصد، في عمليه تحقيق، في عمليه نشر ووعي المجتمع الغربي بما يجري في قطر. واعتقد الان هناك نوع من الاقبال على المساله، ونحن نسعى ونحاول بان نوصل صوت الغفران الى المجتمع الدولي. يا مسهل، انا اشكرك جدا يا دكتور وشكرا جدا على جهدكم. كل الشكر للدكتور احمد الهملي رئيس الفدرالية العربية لحقوق الانسان.